نبيل سميدة، باحث في العلوم الاجتماعية والسياسية. الحقيقة اليوم الدراسي المجتمعين حول اليوم يتناول واقع السياسات العمومية في تونس من حيث الاستراتيجيات، استراتيجيات الصياغة، التنزيل في الممارسة، ثم الانعكاسات على مستوى الواقع، من مساهمة من مؤسسة الياسمين للبحوث والتواصل. وهي الحقيقة يدل على أهمية هذا المبحث، مبحث السياسات العمومية، الذي الحقيقة يستحق لفتة ودراسة أكبر لتوثيق هذه السياسات العمومية في تونس منذ الاستقلال، لمعرفة واقع تنزيلها ثم الانعكاسات متاعها. أنا خذيت مدخل حول واقع السياسات العمومية في تونس، كيف يمكن توصيفها، وصفتها أنها سياسات قطاعية، سياسات بيروقراطية وسياسات تكنوقراطية في نفس الوقت، وهي تفتقر إلى التداخل فيما بعضها البعض. وطلبنا مزيد أو إنجاز جيل جديد من السياسات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مطبات الجيل الأول. وتناولت على وجه التحديد السياسات العمومية في مجال الحضري أو مجال المدينة من خلال نموذج مدينة تونس، وبحثت في تواجد الطبقات الاجتماعية من خلال شاكلتين اجتماعيتين كبرتين. التشكيلة الاجتماعية الأولى هي الطبقة الوسطى، والتشكيلة الاجتماعية الثانية هي الطبقة الشعبية، وكيف أن هذه السياسات العمومية ساهمت في صياغة هذه الطبقات الاجتماعية. وبحثت في نوعية الروابط التي تربط بين هذه ونوعية العلاقات من خلال استعمال المجال العمومي، من خلال استعمال المجال التسوقي، ومن انتهيت إلى خلاصات هو النوع من اللحمة أو التآزر في النموذج التونسي، اللي هو يختلف عن مدن أخرى موجودة في المغرب أو موجودة في أمريكا اللاتينية أو حتى مدن عربية تتميز أكثر بالتشظي العمراني. احنا حقينا الحقيقة أن نموذج عمراني فيه نوع من التقارب، ولكن ما يمنعش أن هناك إشكاليات، هناك المصعد الاجتماعي اللي هو متعطل، إشكاليات الطبقة الوسطى، تفقير كذلك الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية. ونحن الحقيقة نطلب إلى نحت سياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة في هذا النسيج الاجتماعي، وتحاول في نفس الوقت دعم الطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة. السياسات العمومية كانت في الأغلب وبصفة كلاسيكية من اختصاص الدولة أو من اختصاص الأجهزة الرسمية. اليوم وبعد الثورة نلاحظوا أنه هذا المبحث ولا كذلك يشغل به المؤسسات البحثية، وهناك الحقيقة فما نوع من الخطاب الجديد، هناك نوع من المسافة النقدية. ليس هناك خطاب تكنوقراطي، بل هناك خطاب مجتمعي يعبر عن مشاغل فئات مختلفة شبابية، ولكن كذلك الإطار العام هو يلزم هناك أدوات للبحث وللتحليل وللتقييم، ويمكن أن نستفيد بين المقاربات الرسمية ومقاربات المجتمع المدني. كانت هناك دراسات مقدمة من خلال أخصائيين متنوعين، مقاربات مختلفة، هناك من تقدم آليات التخطيط العمراني، فما هناك من تحدث عن الاقتصاد الموازي، ومن تحدث كذلك على مظاهر الاستبعاد الاجتماعي من خلال دراسة الظاهرة السلفية في بعض المناطق بمدينة تونس، وأنا تحدثت عن الروابط والطبقات الاجتماعية. الحقيقة الحضور زاد كان شبابي، كان هناك نقاش ثري، وهناك تعطش لمعرفة ولإثراء النقاش.